تفضل دكتور. جزاكم الله كل خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم جز سيدنا محمد خير ما جزيت به نبينا وأمتك يا رب العالمين، واسكنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا يا رب العالمين. آخر مرة تحدثت إليكم في 12/8 العام الماضي كان من سورة يونس، يعني كنت اخترت اللي هو جزء من آية وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين، يعني ذكرت في ان هو كان في ترتيبات معينه عملها سيئه ربنا سبحانه وتعالى امر سيدنا موسى بانه يعملها، وكان ومن الترتيبات ديت ان اقامه الصلاه ووراها البشره بالنصر على طول، وذكرت ان شاء الله انها تكون بشره في النصر، والنصر لسه ما تحققش. ولكن طبعا احنا لما في الفتره اللي يعني اختيار الصور ديت من صور يونس وهود ويوسف، هي الصور ثلاث صور نزلت على رسول الله السلام في عام الحزن، يعني فترة اللي هي بتكون الدعوة فيها ضعيفة جدا، بتكون حال الأمة الإسلامية ضعيف فيها جدا زي الوقت بالضبط. يعني أنا اختارها عشان هذا التشابه. في الفترات اللي هي بتاعت الضعف ديت بينعدم الأمل أو بيضعف وبيقل الصبر، فالناس بتقلق ان خلاص، يعني انت بتحكم باللي قدامك، اللي قدامك بيقول ايه، ان احنا امه ضعيفه وان احنا اولاد مش عارف 60 في 70 وان احنا ايه وان احنا ايه والكلام. عشان كده لما بيجي حد بيتكلم بطريقه سلبيه واحنا السبب انا بهاجم على طول، يعني ما يعني هذا الكلام، لانه عكس الكلام اللي بيقوله ربنا سبحانه وتعالى، لان ده فيه غير فهم لطبيعة مين اللي بيدير الدنيا، مين اللي بيدير الكون، مين اللي هيجيب النصر، وما النصر إلا من عند الله سبحانه وتعالى. ده كلام. فلو هنختار جزء من آية، اختار جزء من الآية 21، وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره. افتكر بس لي والله غالب على أمره، يعني ايه؟ يعني الأمر اللي هو ربنا عاوزه هيحصل، النصر اللي هو ربنا سبحانه وتعالى يريده هيحصل. انت شايف ان ما فيش أسباب نصر او مش شايف، انت بتشوف الأمور او انا بتشوفها من زاوية معينة، ربنا سبحانه وتعالى عنده الحقيقة المطلقة، احنا بنبص كده من زاوية، في الزاوية اللي احنا بنبص بيها نقول والله احنا ضعاف وما فيش فايدة والكلام ده كله. ربنا سبحانه وتعالى سيأتي بالنصر وقريبا قريبا، يعني في علم ده. طب احنا يعني احنا أمة مريضة وضعيفة بقالنا حوالي 270 سنة، مش خلي بالك الأمة ضعيفة من 1924 فقط، لا، يعني هم بيعتبروا من حوالي 1770 الدولة العثمانية بدأت كان انهزموا من الروس وبدأت تتحول تركيا إلى دولة يعني أحادية، يعني أحادية يعني تركيا كانت قادرة على حماية نفسها فقط من 1776-74 حاجة زي كده. الفترات دي ظهرت الثورة الصناعية، ظهرت أمريكا، ظهر الماسونية، بدأ الغرب يطلع في السحاب وإحنا بننزل تحت الأرض واحدة 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 واحدة، بنغرز واحدة واحدة. فبالتالي عشان نطلع من الغرزة دي لازم في وقت شوية، ولازم في صبر، ولازم في مقدمات إن شاء الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى بيأتي بها، وإن شاء الله يعني بإذن الله ترون هذه المقدمات في حياتكم بإذن الله سبحانه وتعالى، أو من يشاء الله سبحانه وتعالى أن يراه. طيب في سورة يوسف، يعني لو قلنا، لو سألنا يعني بتتكلم عن أي سورة يوسف، ممكن حد يقول لك والله سورة مكية بتتكلم عن العقيدة وعن التوحيد وعن الرسالة، وماشي ما يخالف يعني، ولكن يا صورة كبيرة، يعني صورة يوسف كم آية؟ 111 آية. 111 آية دي العدد بتاعها حتى يعني لفت نظر العلماء، قال لك هي 111 آية، وصورة مين تانية اللي 111 آية؟ صورة الإسراء. فقال لك إن دي بداية بني إسرائيل ونهايته، بداية بني إسرائيل في صورة الإسراء، لأن بني إسرائيل، إسرائيل اللي هو مين؟ يعقوب عليه السلام. فديت القصة هي جايبة لك قصة يعقوب عليه السلام والأسباط ولاده الاثناشر دول. في ناس بيقول لك مش الأسباط مش هم ولاده الاثناشر دول، قبائل من نسل سيدنا إيه، بس ده كلام يعني احنا مش هنخش في التاريخ يعني عشان ما يعني مش ده الغرض يعني.
والترتيب برضو بتاع السورة هم 12 على أساس أنه كان إيه سيدنا يوسف عليه السلام هو له 11 أخ، فبالتالي الترتيب 12 وعدد الآيات 111. وهو على فكرة يعني بيقولوا أنه عمره 110-111 سنة، فقد يكون لها أو قد لا يكون. يعني ليس لهذا اليوم معتكم هذه الليلة عشان ما تعيش تقول لي ده جاي يقول لنا احنا بنقول عدد عمر سيدنا يوسف، بقول لك دي معلومة فوق الداعية. طيب، سيدنا يوسف عليه السلام بين المحن وبين التمكين. يعني على فكرة انت احنا ما يعني من العلماء مقصرين، يعني قصروا معانا، يعني دي حاجة ان حصل تمكين في قصة سيدنا يوسف. قصة سيدنا يوسف الحتة اللي بتعجب الجمهور يقول لك ايه، ولقد همت به وهم بها، ده بقى اللي ايه اللي عاوزين يفهموه ده اللي ونعمل بقى ايه قصة وحكاية ورواية إيه. طب هو طب هم بقى يضرب تضربه ولا يضربها، طب هم بقى مش عارف ايه فكرت ايه، طب هو عامل ايه، طب وانت يعني طالما وصلنا للنقطة ديت ولقد همت به وهم بها ايه لولا ان رأى برهان رب كدنا نهلك لولا ان شربنا المياه، او لولا المياه، يعني معناه ان احنا ما اهلكناش لان في مية بس. ده الموضوع يعني معناه ايه، ان هو ما همش بقى. هو لم يهم بقى ولا يفكر فيه في موضوع الزنا معه مطلقا، لا تفكيرا ولا اي حاجه. امال جاب ليه هم بها لولا معناه ايه، حرف امتناع لوجود، يعني لولا برهان ربه لكان ممكن ان يهم بها فكريا، عشان ربنا بيقول لك ايه ان هو شاب وقادر وراجل وعنده كل المقومات ديت، لكن عملية الهم حتى التفكير ما جات في دماغه لأنه هو شاف برهان ربه. برهان ربه هنا إيه؟ غالباً إن ربنا سبحانه وتعالى خلاه هو هي عمالة تبصره وتجري وراه وتشتهيه، وهو شايف قال لك إن الأبواب كانت قصيرة، فكان شايف رجلين جزء اللي هو اسمه ايه ده بوتيفار ولا زي ما بسموه اللي هو العزيز، او ان ربنا سبحانه وتعالى ورى له صورته قدامه. يعني طبعا دي احنا ده نبي، مش نبي حتى، ده رسول سيدنا يوسف عليه السلام رسول. وعلى فكره من ضمن الشيخ بسام جرار قال لك ان هو ليه كان بيحبه ابوه، وليه الموضوع ده كلها وسبب. طبعا اسباب كثيره كان ليه سيدنا يوسف بيحبه، سيدنا يعقوب بيحب ابنه حب شديد. طبعا عارفين ان هو كان جميل وكان ذكي وكان ما شاء الله بيحفظ بسرعه والكلام ده كله، وكان امه ماتت وهو صغير ولكن خلي بالك هو غالبا ده من عند الشيخ بسام مش عندي، يعني بيقول لك ايه ان هو كان مستني النبوه. تعرف كل بتوع بني اسرائيل، سيدنا موسى عليه السلام اول بس لما راح يجيب الالواح لقى بتوع بني اسرائيل بيعملوا ايه، بيعبدوا العيد، فدول عاوزين نبي معاهم على طول، نبي قوي كمان يعني مش اي حد يعني، او رسول معاهم. فهو خايف يموت ومفيش حد من اولاده يبقى نبي، فهو الـ كل اولاده لهم اولاد، اللي يشوف رؤيا يقول لي، اللي يشوف رؤيا يقول لي، اللي يشوف رؤيا يقول لي. فمين اللي شاف رؤيا؟ يوسف عليه السلام، وبقول له ان رايت 11 كوكبا والشمس والقمر رايتهم لي ساجدين. من القمر ده؟ ابوه اللي هو سيدنا يعقوب. فهو فهم ايه يعني ايه تاويل الرؤيا ديت، غير ان هم يسجدوا له والكلام ده، إن سيدنا يعقوب كان نبي، معناه إن سيدنا يوسف مش هيبقى نبي بس، ده هيبقى رسول، هيبقى أعلى منه. فعشان كده بقى خايف عليه وظهر عليه الحب، والظاهر إن تسربت الإيه؟ الرؤية وعرف إخواته، فبالتالي بدأوا في الكيد له. طيب، قبل ما أنسى في نقطة يمكن فكرت فيها يعني النهاردة أو امبارح فقط. ليه ربنا سبحانه وتعالى ما جابش مثلا سورة سيدنا موسى في إيه؟ في قصة سيدنا موسى في صورة كاملة، وليه جاب قصة يوسف عليه السلام في الصورة كاملة؟ العلم عند الله طبعا، العلم عند الله. ولكن من الأشياء يعني اللي هي ممكن نفهم بها اللي هو إيه، إن الله يعني الرسالة الموازية لرسالة الإسلام هي رسالة موسى ولا رسالة يوسف عليه السلام؟ رسالة موسى. ما نعرف ايه اللي في رسالة يوسف، ولكن عرفنا تفاصيل كثيرة عن رسالة موسى عليه السلام وأحداث كثيرة. لو دخلت في سورة البقرة من الآية 40 للآية 123 تتكلم عن تفاصيل كثيرة، وموجود قصة السبت وموجود قصة البقرة وموجود أشياء كثيرة. فبدأنا نعرف عن الرسالة
عن الرسالة. فبالتالي الرسالة، موضوع الرسالة موضوع طويل، عشان يجي في 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 سورة واحدة، في سورة واحدة هيكون صعب. غير كده ان هو ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك ايه، انت بتقارن في معظم في سور كثيرة بيذكر فيها سيدنا موسى. ليه؟ لان ربنا بيذكرنا باشياء من قصص. عشان مثلا بسورة البقرة بيقول لك خلي بالك ما تعملش زي بتوع بني اسرائيل مثلا، ان هم راحوا يقتلوا حد ومش راضيين وما بيحترموش نبيهم، وفي قصة السبت ان هم بيعتدوا على حدود الله، فبيحذرك من الكلام ده. انما لو جاب لك على قصة سيدنا يوسف انت ما تعرفش عنه، ما تعرفش سيدنا يوسف النبي ما تعرفش عنه حاجة. يعني المعلومات عن سيدنا يوسف النبي مش موجودة في سورة يوسف عليه السلام. موجود آية مثلا في سورة ايه غافر، ان ربنا سبحانه وتعالى ارسل ايه سيدنا يوسف بالبينات وهم كذبوه كده. فبالتالي خلي بالك ان قصة سيدنا يوسف عليه السلام بتتكلم عن يوسف النبي ولا يوسف الانسان؟ يوسف الانسان. ومن الاشياء الغريبة ان هتلاقي ان في تماثل بين قصة يعني بين سورة يوسف وبين سورة القصص اللي هي فيها ايه اللي فيها قصة قصة سيدنا ايه موسى عليه السلام. هو مش انا برضو اللي مكتشف ديت ولا العيله اللي مكتشفها، واحسن واحد تسمعها منه اللي هو الاخ نعمان علي اللي هو باكستاني عايش في امريكا. فقال لك هنا بتتكلم عن دور الاب اللي هو في سورة يوسف، بتتكلم عن دور الام في سورة الايه القصص. الماء موجود هنا، الماء موجود هنا، القصر موجود هنا، القصر موجود هنا، مصر هنا، مصر هناك. المهم في يعني أمور كثيرة هو ذكرها بين سورة القصص وسورة إيه وسورة يوسف. لكن لو وصلت للقصة بقى كإنسان هتلتقي إن مواقف إنسانية بتاع اللي حصلت لسيدنا يوسف متشابهة أكثر من المواقف الإنسانية اللي حصلت سيدنا موسى مع سيدنا مع الرسول عليه الصلاة والسلام. هنشرح دي. غير كده في نقطة أخرى مهمة، إن سيدنا موسى ما حصلوش تمكين. سيدنا موسى ربنا سبحانه وتعالى طلب منه أنه يطلب من بني إسرائيل أنهم يدخلوا الأرض المقدسة ورفض، اذهب أنت وربك يا فقاتل. وما حصلش الكلام ده إلا أيام يشع بن نون بقى اللي هو إيه ابن اخته او زي ما يكون يعني صله القرابه بينه، بعد ما توفى سيدنا موسى ما حصلوش تمكين. لكن سيدنا يوسف حصل له تمكين، حصل له تمكين في الارض، تمكين مختلف. يعني انا بسميه التمكين الايه الناعم، سوفت تمكين، او هو الاخ الصلابي مسميه بيقول لك التمكين العلمي الديني، التمكين العلمي الديني. ولكن هو برضه مش علمي ديني فقط، ما هو في دنيوي، في دنيا ازاي هو حصل له تمكين. أنا هنقول أسباب التمكين اللي حصلت في الوقت. يعني إيه هي الابتلاءات اللي حصلت لسيدنا، أو الأول نقول اللي هو التشابه بين قصة سيد الرسول عليه الصلاة والسلام وبين قصة سيدنا وبين حياة الرسول عليه الصلاة والسلام. أول حاجة إن ماتت أم يوسف عليه السلام وهو صغير، وتوفت أم الرسول عليه السلام ووالده وهو صغير أيضا. تاني حاجة إن هو ظلم من القريب قبل البعيد، فأخوات سيدنا يوسف ظلموه، وكذلك أعمام سيدنا الرسول عليه السلام وأقربه إيه ظلموه. سيدنا يوسف سجن في مصر، طبعا مصر كما قال الشيخ كشك الله يرحمه بلد الظلم يعني، والبلد بقى اللي فيها السجون وعلى طول يعني ده اللي موجوده. يعني السجن لم يذكر في القران الكريم الا ايه في مصر. وكذلك بس بتوع قريش بقى ما كانش عندهم سجن، ولكن سجنوا الرسول عليه السلام ومن كان موجود من المسلمين في شعب ابي طالب. طيب سيدنا يوسف عليه السلام هيمكن له في أرض غير اللي ولد فيه؟ هو مولود في كنعان، سواء في فلسطين أو في الشام، في أي مكان في الشام يعني غالبا في فلسطين. طب هم هيمكن له فين؟ في مصر. طيب كأن ربنا بيقول للرسول السلام أنت في مكة والظروف صعبة والظروف، هيمكن لك بس فين؟ في المدينة، في بلد تاني غير اللي أنت ولدت فيها. طيب رجع الرسول عليه السلام برضو هيرجع لأهله، هيرجع لمكة، وحصل نفس الرجوع
يوسف عليه السلام، ولكن أهله هم اللي رجعوا له. لا تثريب عليكم، قالها يوسف عليه السلام لإخوته، وقالها الرسول عليه الصلاة والسلام لأقاربه وأهل مكة. يبقى إذن في تقارب كبير جدا بين حياة سيدنا يوسف وحياة الرسول عليه الصلاة والسلام، ودي غالبا والله أعلم من الأسباب اللي جعلت إن الصورة تنزل كمرة واحدة كقصة كاملة. القصة الوحيدة اللي فيها قصة الصورة الوحيدة اللي فيها قصة إيه؟ رسول كاملة. نحن نقص عليك أحسن القصص، يعني من ضمن الأسباب اللي هي أحسن القصص إن هي نزلة كاملة، وذكر إن بعض اليهود أو بعض العرب أو سألوا الرسول السلام ما بال، زي السؤال بتاع أصحاب الكهف، ما بال فتية كانوا في الزمن القديم، أنا بسألوا عن أصحاب الكهف، راح سألوا برضو يعني إيه أكيد اليهود يعني اللي وزنهم يعني ما بال قوم هاجروا يعني من كنعان إلى مصر، فنزلت الصورة. طيب إيه الأشياء، إيه الابتلاءات اللي حصلت والمحن لسيدنا يوسف عليه السلام؟ أول حاجة اللي هو الحسد وكره الإخوة بتوعه. طبعا في أشياء يعني في أشياء تانية بنستفيد منها برضو، لكن ممكن ربنا سبحانه وتعالى يكون حرمك مثلا من الجمال أو من القوة أو من أشياء، فلا تحزن. يعني سيدنا يوسف الجمال اللي هو ربنا اداهوله وبيقول انه اوتي شطر الجمال او نصف الجمال، كان سبب في مشاكل له. يعني مثلا في قصه مش مذكوره في التفسير، بس ان له عمه اسمها فائقه وكانت ما عندهاش اولاد، فطلبت من سيدنا يعقوب يروح يقعد عندها، وبعد كده لما المده خلصت وقال لها بعتي تاني، فادعت عليه ان هو سرق حزام بتاع سيدنا اسحاق اللي هو جد، وكان عندهم في القانون يعني اللي يسرق يتاخذ كراهينة، زي ما هو عمل مع أخوه، هو استفيد من الحكاية دي في الكذب، ولكن هو يعني اتهموه بالسرقة بسبب الجمال بتاعه ده. طب بعد كده الجمال يعمل فيه ايه تاني؟ اخواته هيحقدوا عليه وروحوا يرموه في البئر. بعد كده الجمال هيعمل فيه ايه تاني؟ النسوة خلاص عملوا عليه خلاص التحرش جماعي، يعني زي ما بيقول يعني امرأة العزيز، وبعد كده النساء الأخريات يعني. فالجمال إذا ربنا حرق منه ما تزعلش يعني، قد يكون فيه مصلحة. الأول محنة اللي هو الحسد والكره، تاني حاجة فراق الأهل، ساب أهله وساب المكان اللي اتولد فيه، يعني الله أعلم هو سابه يعني رموه في الجب عنده كام، 7 سنين، 12 سنة، 17 سنة في التوراة، وده غالبا يعني غلط، يعني احنا بنتكلم غالبا بين 7 ل 12 سنة الله أعلم، يعني زي ما يكون الرقم. بعد كده رميه في الجب، يعني في غياهب الجب، في فرق بين الجب وبين البئر. طبعا لو مشكلة الزوم الانتر اكشن ده بيبقى ضعيف يعني، ف لو كنا في المسجد وشايفين بعض وكنا هنقعد نتكلم يعني، بس مش هينفع يعني مع الزوم. فهو قال لك البئر فيه مية على طول، الجوب ده بيبقى فيه مية سيزونال. يعني ايه سيزونال؟ يعني الدنيا بتشتي يتحوش فيه شوية مية، ما بتشتيش ما فيش فيه مية، بس انما البئر ده بيحوش مية من تحت الارض، انما ده بيجيب مية منين؟ من فوق من السماء، شوية مية يشتوا يتحوشوا فيه. المحنة الرابعة الاسترقاق والعبودية، وأسروه بضاعة وشروه بثمن بخس. يعني بعد ما كان هو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، رسول ابن نبي ابن نبي ابن رسول، بعد كده يتحول إلى أسير ويتحول إلى عبد ويؤخذ وينتقل إلى مصر. بعد كده الغواية، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هي تلك. المحنة الرابعة التحرش الجنسي الجماعي، خلاص هو كان الإجابة بتاعته هي قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، اللي هي جابت النساء وقالت خلاص يعني أنا، وأعلنت هي كمان قدامهم يعني، فأصبح أنه خلاص يعني كل نساء المدينة وقطعنا أيديهن، ولا قصة قطعنا أيديهن قال من جمال سيدنا يوسف، ولا في اتفاق برضه الشيخ بسام جرار قال لك لا ده هو مش موضوع الجمال يعني فقط، لا هو موضوع ان هم
في اتفاق لو طلعت انتوا كذابين او غلطانين هيبقى في قطع ايد. ما علينا، مش دي القصة الأساسية. وطالما موجود في مصر يبقى لازم يخش ليه سجن. ثم بدأ لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. ما هو متأكد 100% أنه هو بريء، ولكن ما في سجن. يعني حتى التعبير بدأ يعني يخش في كتب الفقه وكتب التفسير السجن الاحتياطي. معروف يعني مصر ممكن في قضايا مفتوحة، يعني في أي حاجة يدخلوك في أي قضية، يلبسوك أي تومة عادي إلى الآن، يعني الأمور ماشية. بعد كده وده يمكن الألعن، اتهامه في الشرف، اتهموه ان هو حاول يعني انه هو بريء طبعا وعارفين كل حاجة، ولكن هم اتهموه يعني. بعد كده بيجي اتهام آخر اللي هو الرخاء، ان هو ده طلع من السجن بقى على عرش مصر، فبقى عنده فلوس، عنده سلطة. فده اتهام يعني، ده اللي هو يعني ده محنة أخرى، محنة في الإيجاب. المحنة ممكن تكون في الإيجاب وممكن تكون في السلب. بعد كده محنة أخرى إن هو الحكم على إخواته، يعمل فيهم إيه، عفى عنهم هو إيه طبعا. يبقى دي بعض الابتلاءات اللي تعرض لها سيدنا يوسف عليه السلام. طيب إزاي ربنا سبحانه وتعالى أتى بالتمكين لسيدنا يوسف؟ يعني إيه الأول تمكين؟ يمكن أنا ذكرنا يعني ما جينا نتكلم عن سورة التوبة، طبعا أنتم ممكن تكونوا ناسين، غالبا أنا مش أقول لكم يعني ناسين ليه. ما كنا فاكر يعني، كنت أقول لكم سورة التوبة تفتكر إيه؟ التوبة، تبوك، تمكين. سورة التوبة تكلم عن غزوة تبوك وفيها إيه؟ التمكين. ولكن التمكين اللي في سورة التوبة إيه؟ تمكين هارد، تمكين عسكري، تمكين. وحتى لا تبتدئ ببسملة، براءة من الله ورسول الذين عدتم من المشركين، قوة عسكرية. أنت وصلت. وإيه اللي حصل في غزوة تبوك؟ غزوة تبوك الرسول صلى الله عليه وسلم راح يحارب مين؟ يحارب الروم. الروم هم الشرقيين اللي هم كانوا أكبر قوة على وجه الأرض، أمريكا. وهم عملوا إيه؟ خافوا منه مجوش المعركة. فده تمكين ولا ده تمكين؟ خلاص، ده الروم بيخافوا من الرسول عليه السلام يعني بكل المقاييس، هو تمكين. ولكن التمكين اللي هنا في سورة يوسف ده التمكين الصفت بقى، ده التمكين اللي هو إيه، كلمة الصفت بالإنجليزي التمكين الناعم، يعني التمكين الناعم. ده التمكين اللي هو الـ العسكري، ده التمكين اللي بسموه العلمي الإيماني، تمكين ناعم. ودي أشياء لم تدرس يعني. يعني إزاي إن واحد زي سيدنا يوسف عليه السلام هو يروح بنفسه كده بحاله، يقوم داخل القصر فجأة وهو كعبد، فجأة يقوم يبقى هو رئيس الوزراء. يعني 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 ده المفروض كانت ظاهرة تدرس، وكانت ظاهرة إن ممكن حتى في بلادنا العربية شيء مستحيل يعني. لكن مثلا في إندونيسيا، في ماليزيا، في ممكن بعض الناس شوية يعني عندهم شوية أدمية، يعني كان ممكن حد مثلا عنده تالنت في أي حاجة أو بتاع يحاول يغير. أنت وإيه الفكرة في التمكين؟ أنك تطبق الإسلام، تطبق الشريعة، وده من مصلحة الناس. ولكن هو الناس مش هيسبوك تطبق الإسلام إلا إذا احتاجوه. يعني هو الملك ساب سيدنا يوسف يطبق الإسلام ليه؟ لأنه هو اللي هيجيب له، هو اللي فسر له الرؤية، وهو اللي ينقذ البلد. البلد هتضيع، أنت هتقعد 7 سنين طبعا الوقت حاليا يعني بيضيعوا بلادنا عادي، يعني موتوا الناس من قله الاكسجين، القناه السويس، السد، القطارات تتحرق، ما عادي يعني. ده انما الغريب ان كان غالبا دول الهكسوس والمحتلين هم اللي كانوا خايفين على سمعه على مصر، حاجه غريبه. واللي هو بيحمل اسم مصر دلوقتي بقى هو عاوز يخرب فيه، ما علينا. طيب هنقسم عشان السهوله ايه هي عوامل التمكين ديت. عوامل التمكين الناعم، مش بنتكلم دلوقتي على سلاح ولا بتاع، لا ده مفيش سلاح هنا ولا حاجه. وديت مناسبه جدا لفترات الضعف، يعني لما تكون انت ضعيف وما معكش حاجه مع ذلك حصل تمكين. هنخليها بثلاث حاجات بس: العلم والايمان والتربيه. سهل لغايه كده، العلم والإيمان والتربية. فاكر أنور السادات كان بيسرح بينا يقول لك إيه؟ دولة العلم والإيمان، زود عليهم التربية، بقينا 3 حاجات: علم وإيمان وتربية.
نبدأ بالتربية، التربية والتزكية والأخلاق، سهل لغاية كده. طيب التربية والأخلاق والكلام ده هتيجي يعني نربي الرجالة فقط؟ لا، عايزين نربي الأطفال والنساء والرجال. طب تربية الأطفال، إيه الدليل إن في حصل تربية أطفال؟ في الصورة هنا سيدنا يعقوب كان بيقول ليوسف إيه؟ يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك. هل هو قص عليهم رؤيا؟ لا. هل هو حتى خلي بالك، أنا أكاد أجزم وأؤكد لك إن هو لم يذكر لا اسم أبوه ولا اسم إخواته ولم يعرفهم أي شيء عن الماضي بتاعه غير إنه من كنعان، من هنا من هنا وخلاص. إيه الدليل؟ الدليل إن هم لما إخواته راحهم، لو هو كان معرفهم بقول لهم أنا أبويا اسمه يعقوب ونبي وإخواته اسمهم يهوذا ولاوي ومش عارف مين ومين ومين وعشرة مش عارف، كان أول لما دخلوا مش هو اللي كان يعرفهم، ده كان الخدام بتوع القصر هم اللي يعرفوه، وكان الموضوع كله اتحرق بقى، ولا كان يعرف يجيب أبوه ولا أخوه ولا الكلام ده كله. إنما هو تعلم ليه الحيطة، تعلم إن هو يكون إيه، يكون كتوم. ده تعليم من ربنا سبحانه، ده تربية وتعليم. لا تقصص رؤياك على إخواتك فأكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. بقول له خلي بالك الشيطان عدو لك. سيدنا يوسف حفر الكلمة دي في دماغه، وفي آخر الصورة يقول إيه؟ وبعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، ده في الآية 100 في الإيه؟ في آخر الصورة. يبقى إذن الحاجات اتحفرت من تعلمها سيدنا يعقوب لابنه يوسف عليه السلام، واتحفرت في ذاكرة يوسف عليه السلام. بعد كده قال يعقوب، يعقوب يقول إيه؟ وكذلك يشتبيك ربك، يعني يقربك ويعلمك من تأويل الأحاديث. بعد 30 سنة أو أكثر يوسف يقول إيه؟ ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث. نفس الكلمة اللي لابو مفحورة في إيه؟ في دماغه. أول حاجة تربية الأطفال. تاني حاجة طالما جبنا تربية الأطفال، تربية الإيه؟ المرأة، ودور المرأة في المجتمع. طبعا احنا من الاشياء يعني اللي موقع الشبك بتاعنا وموقع مجتمعاتنا مشكلة المرأة، ومشكلة عدم اقتناع المرأة انها زوجة، ولا عجبها تبقى زوجة ولا عجبها تبقى عاملة ولا بتشتغل. يعني من ضمن النساء في القصر لما كانوا فاسدات، فسدت زوجة العزيز وفسدت النساء اللي هو الدائرة المحيطة بها، فالمجتمع كان فاسد. لما تابت ساعدت في التمكين لسيدنا يوسف عليه السلام. يقولنا تربية الأطفال، تربية النساء، تربية الرجال. ربنا سبحانه وتعالى ترك يوسف عليه السلام 7 سنين في السجن أو أكثر أو أقل كي يتربى ويتعلم، زائد الابتلاءات المتكررة لمناه. يعني ليه تركوا يتعلموا؟ لأن سيدنا يوسف نبي، مش نبي ده رسول. وبعدين بقول إيه؟ كان بقول للراجل واحد من السجناء اذكرني عند رب، معناه إيه بالعرب؟ الفيوم الفلاح التاني، بقول له إيه؟ شوف له وسطة. طب أنت رسول، رسول الله وتطلب وسطة؟ فعقب عليه. هنقول الكلام ده يعني وحصل معايا موقف مشابه وبعقب عليه برضه. فهو يعني فهو الأشياء دي أشياء. أول لما أنت تشك في الإيمان، أول لما أنت تشك في إن ربنا أو عاوز وسطة أو عاوز شيء، هيجي لك عقاب. العقاب بتاع سيدنا يوسف إن ربنا سابه في السجن. وبرضو ديت طب ربنا سابه في السجن ليه؟ طب لأن ربنا كان بيخطط له. إزاي؟ لو هو طلع بعد سنة أو على طول وما كانش الملك حلم بالحلم بتاع اللي هو الرؤية ديت اللي هو 7 بقرات سمان وبيأكلهم 7 عجاف وسبع بقرات اللي هو عجاف دول، يعني فما كانش هيحتاج سيدنا يوسف، كان هيطلع في ويقعد في البيت وخلاص انتهى الموضوع. ولكن هو لما احتاجه خلاص بقى بيقول له انت خلاص، ده انت البيت عندنا مطاع وبقيت ممكن وخلاص انتهى الموضوع. فالتوقيت نفسه فرق كتير جدا، يعني التوقيت هو اللي جاب له التمكين. طيب قلنا تربية الأطفال، تربية المرأة، تربية الرجال، تزكية النفس. يعني إيه تزكية النفس؟ أنا أعمل خير، أعمل خير، أحسن نفسي وأعمل خير لكل الناس دون انتظار أي رد.
أول رؤية الملك، أول هو أول الرؤية بتاع الملك ما قالوش هات لي اديني مثلا مليون درهم ولا دينار ولا بتاع، ولا طلب منه أي حاجة. كل اللي طلبه أنه يبرؤوه من التهمة الظالمة، إنما لم يطلب أي مطلب مادي. طيب جاب إخواته، أبوه نبي، أبوه هيساعده في الدعوة، فهو كان في دماغه عملية الدعوة، تزكية النفس، بعد كده التسامح ونبذ الخلاف. قال إيه لإخواته لما شافوا، قال لهم الله ده أنتوا بهدلتوا الدنيا وأنا مش هسيبكم، لا تثريب عليكم، اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. النقطة السابعة في عملية التربية الابتعاد عن الكبائر. قال معاذ الله، قالت هيت لك، قال معاذ الله، انتهى الموضوع، ما فيش أي فصال. ولما لقى ان في اصرار وان هي اعلنت برغبتها في كذا وان ما فيش لها رادع وان العزيز موافق من منتهى الموضوع يعني وهي ركباه زي ما بيقولوا بالعربي يعني، قال رب السجن احب الي مما يدعونني اليه. خلاص اذا ما كانش فيه الا السجن عشان ابعد عن هذه الفاحشه فيخش السجن. فسبحان الله. يبقى اذا عوامل التربيه عشان يحصل تمكين، تربيه اطفال، تربيه نساء، تربية الرجال، تزكية النفس وعمل الخير، التسامح ونبذ الخلاف، الابتعاد عن الكبائر. يبقى دي التربية. تاني حاجة الإيمان. الإيمان ظهر إزاي في سيدنا يوسف؟ أولاً إنه أهم حاجة في الموضوع ده كله إن ربنا هو اللي كان بيرتب له. كذلك كيدنا ليوسف في الآية 76. كل الكلام ده يعني يمكن من الحاجات اللي أنا نسيتها أو يمكن من خلانا نركز على الآية 21، إن الآية 21 بين وقال الذي اشتراه مصر من مصر لامرأته أكرمي مثواه. طب هو لسه جاي عبد، عسى أن ينفعنا ونتخذه ولد. وكذلك مكننا ليوسف وبرد. الله ده جاي واحد عبد يعني سنه الله أعلم طفل صغير عنده 12 سنة مثلا، يقوم ربنا هنا سبحانه وتعالى يقول وكذلك مكننا ليوسف، انتهى الموضوع. طب انت شايف ايه؟ انت شايف ان طفل صغير جاي كان عند ابوه النبي جاب عبد، بس ربنا الحقيقه مختلف. الحقيقه ان هو انتقل من البدو الى مكان التمكين، انتقل من مجتمع. دي برضو من الحاجات المشابهه لقصه الرسول صلى الله عليه وسلم مع قصه سيدنا يوسف، ان هو هما الاثنين كانوا عايشين في مجتمع بدوي أو صحراوي وجوم لمجتمع زراعي أو مجتمع منفتح المدينة أو مصر. خلاص يعني أنت وأنا شايفين الموضوع مختلف، زي اللي أنا بقولك في أول الكلام يعني إن إحنا كلنا شايفين إن مفيش أمل والكلام ده كله أمل انتحرت لا أمل ما انتحرتش وهيحصل مليون في المية. المشكلة إن أنت هل أنت هتبقى جزء من هذا التمكين ولا لا؟ هل أنت بتخطط وبتفهم الكلام اللي بقوله ولا لا؟ طب بلاش تفهم الكلام ده يا سيدي، لما يبقى ربنا يحصل التمكين بقول الحمد لله وخلاص. بس لو انت لو الكلام تقيل عليك او ما انتش عاوزه اما يحصل قول الحمد لله بس وخلاص. يبقى بنتكلم الوقت اتكلمنا عن التربية، تاني حاجة الإيمان، وقلنا الإيمان ان اهم حاجة ان ربنا يرتب لك. كذلك كدنا ليوسف، وقلت ان لما طلب الوسطة سيدنا يوسف اذكرني عند ربك، ربنا ايه عاقبه وقعد في السجن، لبث في السجن بضع سنين لغايه تم الملك شاف الرؤيه، وكانت الرؤيه هي السبب في انه يطلع من السجن. تاني حاجه غير ترتيب الله لك في موضوع الايمان، الدعوه الى الله سبحانه وتعالى. سيدنا يوسف بيدعو لله في السجن، يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير ام الله الواحد القهار. الله، طب انت سيدنا يوسف داخل حبس احتياطي ومسجون ظلم، مش تقعد بقى تشتم في الظلمة لا، شال الكلام ده من دماغه وعاش في الواقع وخلاص، وبدأ يركز على اللي قدامه بيدعوه. الاثنين بتوع السجن ده بدأ يدعوهم الى الله سبحانه وتعالى. يوانا الوقت اتكلمنا عن التربية، اتكلمنا عن الدعوة، الايمان، وفي الايمان قلنا حاجتين، الدعوة الى الله وان يرتب الله لك. بعد ثالث حاجة العلم والفهم وطلب الدنيا. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث.
يعني حاجة برضه سبحان الله، إيش لما ربنا بيعلمه حاجة ليه يعلمه تأويل الأحاديث؟ ليه يعلمه تأويل الرؤية؟ لأن دي هتنفعه، دي اللي هتنفعه. فسبحان الله يعني ربنا علمه أشياء هتنفعه هو، هتنفعه هو، خلي بالك. فده برضه بيدل على إنك إيه؟ لازم تبص على اللي ينفعك وتتعلمه، لازم تبص على اللي ممكن ينفع ويكسبك في الدنيا وفي الآخرة وتتعلمه وتعمله، مش أي حاجة، مش أي. الناس كلها عايز تبقى دكاترة أنا بدكتور، الناس كلها عايز تبقى مهندسين أبقى مهندس، الناس كلها مش عارف بتعمل إيه أنا أعمل إيه، لا، شوف اللي ينفعك أنت واللي هو ينفع وضعك أنت. وكذلك مكننا ليوسف في الأرض ولا نعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره، اللي هي الآية 21. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما، الآية 22. إيه هو الحكم والعلم؟ العلم معروف، العلم واضح إن في علم، فيه خلي بالك في علم اسمه علم لدني. يعني علم لدني، علم من لدن الله سبحانه وتعالى، مش معروف للبشر. زي القصة الشهيرة، قصة إيه اللي هو الخضر أو الخضر في سورة الكهف، مش هنخش في الموضوع ده. فأنا مش شايف الرسالة بتاع الدكتور سعد، يعني لو على الوقت يعني مش عارف. فالعلم اللدني اللي هو إيه؟ إن فيه يبقى فيه علم، يعني قال لك إن احتمال كبير جدا إن سيدنا إن شاء الله، إن شاء الله إن سيدنا يوسف عليه السلام كان عنده علم لدني من عند الله سبحانه وتعالى. حكاية طبعاً، تفسير الأحلام، تفسير الرؤية، الرؤية دي من عند الله سبحانه وتعالى، حاجة علمها له. غير كده لما جي حكاية تزرعون 7 سنين دأبة، قال لك إن في أسرار، إن هو استخدم طريقة معينة، طريقة إن هو الزرع يبقى شغال ليل مع نهار بحيث ان هو ينتج على الاقل 3 أضعاف الانتاج اللي بيزرعه، اللي بيطلعه الزرع العادي، على اساس ان المحصول يتضاعف. فهو استخدم علم من عند الله سبحانه وتعالى، علم لدني مش معروف. وقيل ان سيدنا ادريس هو في علوم لدنيه، وفي ما يعني خدنا على قد ده، يعني انا في ناس مثلا بيقول لك ايه ان سوره ابو الهول، حتى علي جمعه يعني يقول لك الكلام ده، ابو الهول ده هو سوره ادريس عليه السلام، وان في الهرم الاكبر او تحت ابو الهول ومش عارف فين في اسرار، يعني علوم لدنيه واشياء هتفك بقى شفرات القنابل الذريه وبتاع الكلام ده لما ينزل الماء دي. يعني اسمع الكلام ده وخلاص، يعني ما يخالف يعني. ولكن الشاهد ان في علوم، في اشياء ربنا سبحانه وتعالى علمها لسيدنا يوسف عليه السلام. التخطيط للاجتماع بإخوته، إزاي هو خطط وحط اللي هو الصواع ده، في الصواع الملك حطه في رحلة أخيه والكلام ده، فبدأ فيه تخطيط وبدأ فيه إيه وعي عشان يجيب أخوه أبوه. علم الاقتصاد، اجعلني على خزائن الأرض. علم الزراعة، تزرعون 7 سنين ده. كده انا خلصت. انا لو عاوزين اي حاجه ان شاء الله اتكلم فيها، انا بس الثلاث اسباب للتمكين لخصناهم في العلم والايمان والتربيه، وكل قسم موجود تحتها بعض النقاط. ولو عاوزين اي حاجه يعني ممكن نقولها تاني ان شاء الله. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، جزاك الله خير الجزاء. انا سئلت، انا قلت ما هو موضوع الحلقه، قال لي مش ما يطلع من الدكتور محمد هاشم وطيب، والله ما شاء الله عليك، الله يخليك، شكرا جزيلا. اي بس انا نفسي حد تاني غيرك ياخد باله، انا كنت بقول ايه. لا كلهم والله كلهم بالهم يمك. اي ملاحظه، خلينا في الوقت الحاضر بس نتكلم على ما تكلم به الدكتور. اي سؤال، اي يعني ملاحظه على الموضوع، تفضل ابو هشام. اميوت يور سيلف بليز. السلام عليكم. عليكم السلام. دائما ابو عمر متالق، الله يخليك، جزاك الله خير. جزاك الله. انا عندي طبعا بعض بس اضافه اذا يعني امكن. تفضل ابو عمر. الايه رقم 108 استوقفتني حقيقه. تقول فيها، يقول فيها سبحان الله،
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. طبعا في هذه الآية يعني فيها إشارة إلى أن الدعوة يجب أن تكون فيها بعض الشروط حتى تكون دعوة كاملة، ويشترك فيها أنا يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أو الأنبياء ومن اتبعني والأمة، ولها منهاج لهذه الدعوة. قل هذه سبيلي فيها ركن وجود منهج لازم، والمنهج هذا وجوده هو الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ويقوم هذا المنهج على شرطين: العلم والدراية حتى على بصيرة، والشرط الثالث أن يكون هناك داعي أدعو. زين، أنا ومن اتبعني والأمة بكاملها. يعني بهذه النقطة لو الدعوة كانت للأنبياء والرسل إذا توقف الدعوة بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنه الآن المؤمنين ومن اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم لازم يقوموا بهذه الدعوة. والرسول صلى الله عليه وسلم أيضا نبهنا على نقطة، وهي يعني أن نبلغ ولو آية. يعني هنا الدعوة، والدعوة تبدأ بأهل البيت والأصدقاء ومن ثم العالم بأكمله. جزاك الله خير. جزاك الله. تفضل أبو إبراهيم، أميوت يا شيخ. السلام عليكم. السلام. جزاك الله دكتور محمد على هذه الحق المحاضرة الجميلة جدا، وهذه المقارنة بين حياة الرسول وقصة الرسول عليه الصلاة والسلام وقصة يوسف والتشابه بين القصتين وبين حياة الرسولين. لكن بس أبغى في آية بصفحة الأخيرة ما ذكرتم الآية، يقول وما يؤمن أكثرهم إلا وهم به مشركون. لا وهم مشركون، ما إلا هم مشركون. فيا ريت شوية يعني تعرج لنا على هذه الآية دكتور محمد. هو يعني في المعنى متكرر في آيات كثيرة، أن معظم الناس للأسف هيكونوا على الكفر أو على الشرك يعني، وهذا ما نراه يعني. أنت عدد المسلمين يعني إحنا الوقت فيه 8 مليار، عدد المسلمين أقل من 1.5 مليار، وكمان لو دخلت جواهم عشان تغربل الله أعلم يعني هترسي على كم مليون. فإذا إن ربنا يعلم إن للأسف معظم الناس هتختار الكفر على الإيمان، فهذا اختيار الناس. عملية الشرك ده ليه بقى؟ انت لو رجعنا اول آية في سورة البقرة بعد سورة الفاتحة، ربنا استفتح بألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. المتقين اللي هم بيعملوا ايه؟ الذين بالغايب. ده مشكلة كبيرة جدا، عشان كده ربنا حطها في الاول. عشان كده برضو في سورة في آية الكرسي لا أعظم آية على الإطلاق، الله لا إله إلا هو الإيه؟ الحي القيوم. فربنا بيعرف نفسه بيقول لك إيه؟ أنا حي غير الحياة بتاعتكم، أنا قيوم غير القيامة بتاعتكم، معبدون أنا الواحد. فدي مشكلة كبيرة جدا، إن إيه؟ إن واحد ما فيش حد غير يعني أهل السنة والجماعة هم اللي بيؤمنهم بالله من غير ما يشوفوه. انت بتلاقي اي اللي هو اخواتنا في الانسانيه النصارى او بتاع يقعد يقول لك، تقعد تساله مين الاله، يقول لك لا ده احنا ما عندناش تثليث، ولكن في النهايه يقعد يلف ويدور في النهايه مين الاله، اما بيحصل له بالجعز ولا حاجه يقول لك ايه جيسوس، هو في النهايه في دماغه هو الاله بتاعه، هو عيسى. عارف انت عندكم في العراق الجماعه يوم يعني معاهم الميداليه برضه عليها الايه، على علي والحسين زي ما التانيين نفس هو عاوز يشوف حد. هو هذا سبب سؤال ابو باهيم ودعتك. والله يعني اقوال ابو باهيم بارك الله فيك دكتور. لا لا قصدي هي يعني حتى في عند المسلمين اهل السنه يعني، يعني مثلا التوسط أو التوسل والبتاع والصوفية والموالد والأشياء دي كلها طبعا دي مشكلة، ما هي مشكلة هو عاوز يشوف حد قدامه، فدي مشكلة كبيرة طبعا. نعم هذا الموضوع. جزاك الله خير، بارك الله فيك. جزاك الله خير. أي مداخلة أخرى يا أخوان؟ تفضل دكتور فواز.
حياكم الله فيك دكتور محمد. سلام، ازيك دكتورنا، ازي احوالك؟ والله الحمد لله الحمد لله. بدي اسالك سؤال بسيط، انت تكلمت انه سيدنا يوسف مش نبي، رسول. ايوه. هل رسالته بتنتهي بانه اصبح العزيز واصبح ومكنه في الارض؟ يعني في الرسالات الاخرى اللي ما فهمناش بعدين ايش حصل معه، يعني ما نهايه سيدنا يوسف، قصه يوسف انتهى بسورته، يعني سوره يوسف 111 اي. طب عنا سيدنا ابراهيم كان له قصه مع اهله، رساله وتكلم معهم وتركهم، سيدنا نوح، لسيم، شعيب، وصالح، وسيدنا محمد، بعرفش يعني شوي نفهمها اكثر اذا ممكن. يعني ما هو في واحد، في ناس يعني ايه كان يقول لك ايه سوره الرسول صلى الله عليه وسلم، كان بيقول ايه شيبتني هود واخواتها، يعني ايه شاب من هود بالذات. ليه هود؟ لان في 18 خطاب شخصي للرسول عليه السلام، فاستقم كما امرت ومن تاب معك، كلام شديد للرسول عليه الصلاه والسلام. يا ربنا بيقول للرسول استقم. طب يعني فهو الكلام شديد جدا. وبعدين لو انت لقيت السبع قصص اللي هم موجودين في السبع رسل موجودين في قصه في سوره هود، هتلاقي بتنتهي الا بعدا لهود، الا بعدا لثمود، الا بعدا. فيقول لك ايه، ان كان الرسول صلى الله عليه وسلم يخشى ان السوره اللي هتيجي بعد كده هتقول ايه الا بعدا لقريش. فجت الصوره مختلفه تماما، يعني ده حاجه وده حاجه، ده فربنا كانه ربنا سبحانه وتعالى ادى الرسول صلى الله عليه وسلم جرعه قويه جدا في سوره ايه هود، فيها تخويف شديد جدا، وكانه بيطبطب عليه بقى بالفلاح يعني في سوره يوسف، وبقول له لا ده في يعني ده في قصه نجاح وقصه مش كل الاقوام، انت مش هتبقى زي التانيين دول، ده بس تحذير لقريش، ولكن انت هتبقى القصه بتاعتك زي يوسف عليه السلام، هيمكن لك في بلد تاني غير اللي انت فيها، هيبقى في نجاح، هترجع لاهلك. فكان تطمين للرسول صلى الله عليه وسلم. زي ما قلت لك انت فعلا لمست او سالت، يعني جيت على وتر شديد، ايه الرساله؟ طب حصل ايه الرساله بتاع سيدنا يوسف؟ ما هو قال لك ان ديت بتتكلم عن يوسف الانسان، مش يوسف مش الرساله. ولكن واقعيا هي الامور كلها، كل حياه سيدنا يوسف كانت معقده لغايه بعد ما طلع من السجن. طلوع من السجن وتفسير رؤيا الملك قال له تعالى انت، انك اليوم لدينا ايه مكين امين، تعالى ده انت خلاص، اجعلني على خزائن الارض، خلاص خد خزائن الارض بقى العزيز. هو واضح ان هو اداله حريه في الدعوه. وسيدنا يوسف واضح ان هو تصرف بذكاء شديد جدا، يعني ايه، ما هو انت ممكن مثلا تروح مثلا تشتغل مثلا في مكان وتقعد بقى تدخلهم في متاهات، تقول لهم اصل انتم مش عارف ايه اصل، يعني واضح ان هو كان بياخدهم واحده واحده. ودي من خلي بالك برضو من الاسرار، ان ليه ربنا سبحانه وتعالى خلاه يبقى ياخدوه عبد، فهم القصر كله، فهم القصر كله، فهم كل واحد فيهم، فهم ده حلو وده خبيث وده بيعمل ايه وده ايه، بقى فاهم كل حاجه، عارف كل حاجه خلاص، فما عادش بيه طريقه ان هو يصطدم بيهم، ده هو عارفهم كلهم وعادينهم وخبيثهم، وهم بيحبوه ايه شكله ولسانه وكلامه وتصرفاته واحسانه، يعني هو كان بيحسن لكل الناس كلها، فبالتالي هم حبوه وخلاص، وبقى طريق الدعوه مفتوح، يعني ما عادش عنده مشكله في الدعوه بقى، في كم واحد آمن ما آمنش، كم النسبة يا ربنا سبحانه وتعالى أعرض عنها، يعني مش دي القضية. والقضية اللي عاوز يوصل لها موضوع إيه، التمكين اللي هو اللي حصل لسيدنا يوسف، الصبر، الأمل، كل هذه أشياء كلها معاني يعني. وجزاك الله خير. جزاك الله خير. شكرا. جزاك الله. طيب يا أخوة، إذا ممكن تفضل أبو هشام، تحبيت تقول شيء؟ بس أحب بالنسبة ليوسف عليه السلام، هو جاء يعني إلى بني إسرائيل، هو نبي إلى بني إسرائيل ليس البشري، بس الرسول صلى الله عليه وسلم الله أرسله إلى الثقلين، إلى العالمين، ويعني الإنس والجن. لكن يوسف عليه السلام حتى من كان مع يعني في مصر، ما كان يعني الحاكم غير مصر مثل مسلم، كان هو وزير وهذا، لكن الدعوة مالته فقط إلى بني إسرائيل.
جزاك الله خير. جزاك الله خير. إنما هل الحاكم أسلم أو لا ما نعرف يعني ما يعني ما في وسيلة ومش مهمة برضو لأن هو يعني في النهاية حتى لو الحاكم أسلم هو كل الأنبياء غير الرسول صلى الله عليه وسلم هو شرائع فقط يعني ليست لا ليست دعوة الإسلام هو دين واحد حتى في حاخامات يهوديين بيقولوا الكلام ده أقول لك هو الدين واحد هو الإسلام الباقي كله شرائع مختلفة. نعم. ممكن أضيف نقطة دكتور. تفضل. يعني الدكتور محمد أيضا أبو عمر شوف من بدأوا يعني أخوة يوسف حتى يريدون يعملون مثلا يصنعوا الأنفسهم مسوغة لفعل الرديء اللي ذبوا أخوهم يوسف رادوا يقتلوه كذا فشنو بدأوا حتى نفسهم أو أنفسهم تكون بريئة مما علم فسوى قالوا إن أبانا لفي ضلال مبين يعني هنا سووا النفسهم صنوع لأنفسهم مسوغة للفعل صنوا أملا لهم يتخلصون به من وطأة الضمير ومخافة الذنب والعقاب الإلهي فش سووا قالوا أبونا لفي ضلال مبين وبعدين عملوا ما عملوا في أخوهم يوسف. جزاك الله. حتى هم لما نوع القتل قال لك وبعد كده نتوب يعني اقتلوا نتوب يعني مش نعم قبل. نعم نتوب ونكون من بعده قوما صالحين. نعم. أيها الأخوة يعني إذا ممكن نفتح موضوع تبديل الحلقة العربية إلى الجالية العربية ونتركها مثل ما تعمل الآن تحت اسم الحلقة العربية. بالحقيقة الحلقة العربية كما ذكرتكم بدأت قبل معظم الموجودين هنا ما عدا أبو هشام يمكن أبو حمزة أبو إبراهيم كانوا من الناس الأوائل اللي بدوها. والحلقة العربية فاتت في يعني مثلا أوقات كانت فعالة وأوقات كان يعني أكو فيها خمول. مو هذا المهم، المهم أنه نرجع للحلقة العربية مثل ما بدوها جزاهم الله خير الأخوة، أنه هي حلقة قرآن وحلقة ذكر وحلقة مدارسة في الأمورات التي تهمنا في حياتنا الدينية والدينوية. وبالحقيقة أبو عبد الرحمن اقترح علي قبل فترة قال أنه ممكن نبدي حلقة جديدة بعيدة عن ما يسمى الحلقة العربية، لأن مشكلة مع الحلقة العربية أن معظم أنا واحد من الناس معظم الوسائل ما أفتحها مو يعني لأن ما تهمني ولا هذا السبب يعني ما تهمني في صغيرة ولا كبيرة. فأنا دزيت لكم الاقتراح وأنا أشكر أبو عبد الرحمن والشيخ محسن على مداخلاتهم أنه يعني سويناها فشي مبسط أنه ليش نريد نبدل الحلقة العربية في حالها الوقتي إلى الجالية العربية. بالحقيقة هي هذه ما تقدمها الجالية العربية أنه كل واحد يريد يبدي رأيه يدز فيديوهات يدز نكات ونخلي الحلقة العربية لما أسست عليه أو للأسباب التي أسست عليه. بما أنه أحس يكون تبديل الوقت بكرة أنا ناوي أبدل الاسم من بكرة الحلقة العربية إلى الجالية العربية وأدرس أرسل رسالة أقول أي واحد يحب يدخل بالحلقة العربية بهذه الضوابط يدز اسمه للشيخ محسن. أنا من رأيي أنه يكون المدير مع الحلقة العربية هو الشيخ محسن والشيخ محسن ممكن يعني يعاونوه أربع أو خمس أخوة أنه حتى إذا تجي له رسائل هل ممكن نشرها يعوضها عليهم وإذا اتفقوا عليها ممكن ينشرها. بس أنا أعتقد من الأصح أنه يكون الإدارة بيد الشيخ محسن لأن بالحقيقة الحلقة العربية هي حلقة جامعة الـ يعني اليونيفرسيتي موسك وأنا أعتقد من الأصح أنه الأثورتي تكون بيد الشيخ محسن.
فأي عندكم أي مداخلة، أي يعني تحسين أو أي استفسار أو أي يعني رأي آخر، تفضلوا الآن. تفضل يا دكتور فواز. الحلقة العربية ابتدأت قبل ما تكون إلها دخل اليونيفرسيتي الموسكية. نعم. الحلقة العربية ابتدأت من زمان، يعني أنت بتحول تغلي مش من اسم لاسم. يعني هي ما كانتش حلقة عربية، كانت حلقة عربية قبل اليونيفرسيتي موسك الموجودين فيها. فأنت بتغير الاسم التاريخي لهذه الحلقة. لا، الاسم الواحد تكون هو اسم الحلقة الذي أسست لهذا السبب. يعني إحنا لما نقول الحلقة العربية راح تكون الأسباب الذي أسست إلها حلقة ذكر وحلقة قرآن. الجالية العربية هي ما يحصل الآن على الواتساب. That's fine. يا معي أنا ما فيش مشكلة معي. هذا فكرت إنه بكرة الحلقة هاي أو next week الحلقة العربية هاي بيكون اسمها الجالية العربية. لا، الحلقة العربية راح تكون الحلقة العربية، بس الانتماء إلها راح يكون من الناس اللي يحبون أن يلتزمون بالضوابط. صح. فأنا يعني واحد من الأخوة قال أنه أنت تعرف أنه من الجماعة اللي يشتركون دائما، فأنت تقدر تبدأ به، وأنا أبدأ به إن شاء الله، أبدأ بالأخوة الموجودين كليتهم هنا، بس نترك المجال للأخوة الباقين إذا يحبون أنه يشتركون. وأنا من رأيي حبذا لو كل المشاركين في ما يسمى بالحلقة العربية يشتركون، بس على أنه يعني باعتبار يلتزمون بالضوابط الذي نشرناها. تفضل أبو هشام. ممكن أعطيكم نبذة عن الحلقة العربية. طبعا الحلقة العربية قبل ما يتأسس مسجد المدينة، الحلقة العربية بدت قبل حتى ما احنا من إجيانا لهنا. أنا إجيت سنة 1987. نعم. فكانت موجودة، وكانت موجودة قبل بعشرات السنين. طبعاً الدكتور سلمان قبل جاهم كان يحضرها، جزاه الله خير. الأخوة في الحلقة العربية هم الذي أسسوا مسجد المدينة وكانوا طلاب، فأصل الحلقة العربية هي انطلقت من مسجد الجامعة. نعم. وقبل ما يتأسس مسجد الجامعة كان عندهم مصلى، وبعدين عملوا هذه الحلقة وطالبوا الجامعة أن يعملوا لهم مكان مصلى، وعملوا مصلى وصار مسجد الجامعة. ومن مسجد الجامعة جمعوا الطلاب مبالغ وكذا قيمتها، واشتروا بالسنت هيلينز رود اللي هو نمبر 16، زين، اللي أو مو بالركن اللي صار بالوسط. وبعدين أسسوا مسجد، وبعد فترة اشتروا اللي كان بالركن وضافوه إلى المسجد. فكل هذه كان الطلاب هم اللي أسسوها، الحلقة العربية والمسجد. المسجدين اللي موجودين في الجامعة جزاهم الله خير، الأخوة كانوا من السعوديين ومن العراقيين ومن الإماراتيين والقطريين ومن الكويتيين ومن طبعا أخوة عرب آخرين، وكان يشتركون معهم أيضا أخوة باكستانيين وغيرهم. وكانت الحلقة مستمرة فيها قراءة قرآن. بعد ما أسسوا هذا المسجد اللي في المدينة قام يعملون كل يوم ثلاثاء الحلقة هناك، بعدين حولناها إلى يوم السبت. جزاك الله. تفضل أيمن. السلام عليكم. عليكم السلام. بس نقطة حبيت أضيفها، الخوف إنه الحلقة العربية أو الحلقة الجديدة اللي حتعملوها يعني بعد فترة أو بعد أشهر حيرجع نفس الحاجة، الناس حتصير تحط في السياسي وشغلات غير، يعني مفروض ما تنحطش على الحلقة العربية. ما ممكن إذا فيها مدير واحد، إذا فيها مدير واحد ما ممكن نشر شيء بدون موافقته. ماشي على بركة الله. اقتراح ثاني أنا عندي مثلا،
ممكن الحلقة العربية تخلوها فقط للإعلانات وتخليها read only، يعني فقط الأدمن يعمل بوست فيها. هو هذا راح يصير. أوكي أوكي that's fine then. أقرأ الرسالة اللي جزها دكتور سعد، جزا الله خير. رسالة واضحة يعني دكتور سعد. تفضل أبو حمزة. السلام. دكتور لو تبقى الأسماء مثل ما هي فقط تغير تخلي اسمين. يعني. الحلقة العربية جاء العربية واللي ما يريد يضيف اللي يريد يطلع بعدين يطلعوا، لكن تخلق الأسماء مثل ما هي. ممكن لكن الحلقة العربية يكون فقط الأدمن يقدر يكامبوست وخلاص يكون بسهولة هذه. جزاك الله خير. تفضل أبو عمر جمال. أنا بس لأنه في يمكن ناس ما كانوش موجودين الأسبوع الماضي، يمكن في فكرة أنه مش واضح لهم أنه الحلقة العربية بدنا نحرر الاسم احنا بتسمية الحلقة العربية الحاضرة هسه نسميها الجارية العربية. نعم. فبنحرر الاسم ومن هنا بتصير الحلقة العربية اللي ب واحد بس اللي بيكون مسؤول عنها. نعم بس للتوضيح يعني، لانه في ناس بيقول لك هاي اللي بس بتحرروا الاسم مشان نحتفظ بالاسم للحلقة العربية كما كانت قبل 35 سنة. نعم او اكثر. نعم هي حركة، العفو السلام عليكم، حركة تصحيحية نسميها يعني ثورة عدات لتصليح المتاع. أنت المشكلة مالتها كل الثورات التصليحية خربت. لا إن شاء الله عافية، إن شاء الله تدوم، إن شاء الله تدوم بوجودكم وجود طيبين. يلا أني أي مداخلة أخرى. جزاك الله خير. سيعني شو دكتور نعطي أسماءنا للشيخ محسن ولا كيف يعني؟ نعم أنا راح يعني راح أسجل الأسماء الموجودين والأسماء الذي يدخلون عادة في الحلقات القرآن من الأخوة، واعتقاد يعني أبو حمزة يعني كان يعني اقتراحها جيد جدا، أنه الحلقة العربية تأخذ نفس يعني ننقل الأسامي الموجودين في ما سيسمى بالجالية العربية ونقولهم إذا تريدون تنشون أي شيء لازم تفوتون على الشيخ محسن. واللي يريد يطلع بعدين يطلع، أنت ما كده تأخذ أسماء، كل الأسماء تكون موجودة بالجروبين يعني. نعم أي خلاص 99 واحد. نعم أي مداخلة أخرى؟ أبو عبد الرحمن عندك شيء تضيفه؟ جزاك الله خير دكتور، حضرتك تفضلت بكل شيء. جزاك الله خير. أبو هشام. يعني أولا أحب أن أشكرك يا دكتور سعد وبارك الله فيك على هذه الجهود الطيبة اللي تقدمها إن في الحلقة العربية والجالية العربية في سوانزي، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقك ويعطيك الصحة والسلام والعافية وبارك الله يخليك. الله آمين للجميع. اللهم آمين يا رب العالمين. جميع طيب يا أخوة، مرة ثانية أشكر الدكتور محمد هاشم وأطلب من عنده أن يختم الحلقة الآن وينتهي التسجيل إن شاء الله. تفضل دكتور. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا استغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا على الحضور. وجزاك الله خير الجزاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام.